بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا فيه على الصلاة والصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وندعو إن شاء الله تعالى إلى استثمار الأوقات. الوقت ثمين، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. بالقرآن العظيم نرتقي ويرفعنا الله وينفعنا في الأولى وفي الأخرى. ما نلحظه من سلوكيات من استعجال الشراء والإقبال عليه، والإنسان يعلم علم اليقين أن عمره هكذا ينقضي وهو لا يعلم. هذا العمر عجلة تدور بسرعة كبيرة جدا. اسألوا من كان في 50 أو أكثر أو أقل، البارحة كان في 20 وكان دون ذلك، والآن أصبح يمشي على 3 وعلى 4، وأصبح ينهضه 2 حتى يقوم من فراشه. هكذا العمر، كما قال العلي رضي الله عنه: الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا، وإذا انتبهوا ندموا، حيث لا ينفع الندم. اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك. إنسان يغتنم هذا العمر في طاعة الله عز وجل. هذا العمر مثل قالب الثلج، سيذوب سيذوب، إن وضعته بالتراب سيذوب، وإن استثمرته في طاعة رب العباد ستفوز في جنات الخلد إلى أبد الآباد. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنان ومن سكان الفردوس مع النبيين والصديقين، وحسن أولئك رفيقا.